صغيرة قدرنا نوصل صوتنا للعالم. تخيلوا شو في يعني البلد بكامله. windowwedding.com هو عنوانكم أكيد إذا عم تحضروا لأعراس وحابين تاخدوا تفاصيل حول أي موضوع بهمكم بالشكل بالمضمون بالبطاقات بالأمكنة وحتى بالزفات. بما أنه اليوم رح يكون موضوعنا عن الزفات تحديدا زفات.com أستاذ عباس الحسنية هو ضيفنا هالشركة. أستاذ عباس صباح الخير. صباح النور. موجودة من 98 يعني من أول شركة يمكن زفات بلبنان هي شركتكم. مبدئيا أنا من الأوائل بلبنان. صحيح. وين صرتوا اليوم؟ نحن بعدنا بالأوائل. بعدكم بالأوائل. شو الخدمات اللي بتقدموها للي عندهم أعراس وحفلات كبيرة؟ نحن الشركة هي بتختص بشيء اسمه ويدينج انترتينمنت، يعني كل شيء انترتينمنت للعرس بلس للإيفنتس والفستيفالز وهالشيء. هلا بالمبدأ هي الكلاسيفايد عندنا هن الزفة. بالزفة في أشياء كثير، بنبلش من التراديشنال وتطورت لتلحق أي ثيم ممكن يكون على بال العريس والعروس. يعني الزفه بلشت مثل ما قلت لك زفه لبنانيه عربيه تراديشنال ما مثل ما كانت العاده يعني تصير كفولكلور لبناني او كتراديشن لبناني بالعرس. بعدين صار يطلب افكار غريبه افكار لانه صار كل حدا بده يكون مميز عن بقيه الاعراس. صحيح، لانه العرس يمكن بالموسم بتعرفي عندنا نحن بينعزم العالم على شيء ما بعرف عدد من الاعراس يمكن بيروحوا على 20 عرس بالموسم، فالعالم بتحس انه انا اوكي حضرنا عرس فلان ما بدي يكون عرسي مثل فلان وهيك، بتصير تتغير الامور هون. يعني عروس تيجي بتقول مثلا انا بدي شيء ديفرنت ايديا، نحن هون يا هي بتكون عندها فكره مسبقه او نحن بنطرح عليها افكار. شو اجت افكار غريبه مثلا؟ يعني بدي بلش لك من زمان لهلا، اول مره شيء غريب كان مارياتشي المكسيكان، يعني بنت عايشه بالمكسيك وعرسها هي لبنانيه وعرسها لبناني. فلما بلشنا بهذا الموضوع كنا نحن شوي مستغربين انه كيف بده يكون سومبريرو وجيتار وما بعرف شو ونعمل زفه. رحنا جبنا موسيقى خرج العرس بتغني غنيه للعروس بالمكسيكي، ترجمناها للعربي وعملناها يعني زفوا العروس عربي زفوا العروس مكسيكان، يعني ترجمنا الزفه للاسبانيول وعملنا وسجلنا استديو. يعني بس اعطيكم فكره بس كل المجهود من عندكم اكيد كل الشغل. يعني الكاستمز وصينا على المكان فيه هون، هلا هلا في كثير بتوفر بلبنان بس نحن وصينا على الاغراض وقتها من اسبانيا، اجوا السومبريرو الاوريجينال مع الثياب لتزبط مظبوط لتزبط مظبوطه. غير الزفات والافكار الغريبه بالزفات، شو معقول تقدم كزفات دوت كوم بداخل العرس؟ قلت لي بيكون في انترتينمنت، يعني اي نوع من الانترتينمنت؟ صحيح، يعني هلا بكزفات دوت كوم عندنا انترتينمنت. احنا احيانا بينطلب شيء للويلكم درينك مثلا، نقول قبل ما وهي العالم عم توصل المعازيم على العرس بده يكون في شيء انترتينمنت معينه او ميوزيشنز، يعني ميوزك مثلا او ميوزيشنز او شو. يعني حتى في شو خارج هيدا الشيء بيكون كلاسيك، في كاركتر معين مثل ما عم يمرق عندنا هلا على الشاشه باليرينا، بيمرق ستيل مارلي مونرو، بيمرق ستيل كذا فكره كذا كاركتر ممكن يكون عم يعمل انترتينمنت للعالم بالويلكم درينك. بعدين ممكن يكون نحن عندنا شي ميوزيشنز، اذا بنحكي على ساكسوفونيست، على فيولونيست، على بيانو، على ميني باند، يعني ثلاثه تريو ميوزيشنز هن مثل ما بدهم ساعتها، هن ساعتها بيختاروا وحسب كمان ستايل الميوزك اللي حابينه. وممكن يكون في مطرب عم يغني، يعني اذا سينجر بيكون بيغني فرنش او لاتين او عربي حتى او يعني شيء كلاسيك، حتى عم بينطلب سوبرانو احيانا يغنوا، يعني هيدا كله افيلبل. يعني بتهتموا بكل هالديتاي، مش بحاجه يعني يكون في عندهم اتصال مع حدا ثاني اذا بالمبدا عندنا نحن التيم الكامل تبعنا من هيدا يعني بنقدر نأمن للعريس والعروس من الزفة إذا قلنا لكامل الانترتينمنت تبع العرس، من موسيقى من أغاني من رقص. هلا بدنا نحكي شغلة عن العريس والعروس، أحيانا العريس والعروس ممكن يقولوا خي أنا ما بدي زفة بس بدي شيء إنه بالعرس يكون شيء أوريجينال، تكون دخلتي شوي مش الكل بحب الزفة كزفة يعني حدا. خاصة التراديشنال اليوم كل العالم مفتوح على الانترنت وعلى الهيدا، ف صارت العالم تحس حالها انه شوي منا لينك للاورينتال اكثر، انه خلص صار في تفكير غير وثقافه متجدده براس الناس. يعني فبتقول لك مثلا يمكن في ناس بتحب تعمل عرسها مثل ما بتسهر هي واصحابها،
يعني يكون بحبوا يكون العرس مسلي كمان هن ايه. هن يكونوا مبسوطين والناس تكون مبسوطه بالعرس ويكون بيشبهون عرسهم يعني يكون عرسهم بيشبهون. هون عم نحكي على افكار بنسميها نحن تايلور ميد زفه يعني او بنسميها جراند انترنس للعريس والعروس. بطلنا عم نحكي زفه صرنا عم نحكي جراند اتنشن يعني العالم اللي قاعد هلا اتنشن بدنا نفوت العريس والعروس. وهون بنصير بيكون يا في بيرفورمانس معين يا بيكون بدون بيرفورمانس حتى بدون اشخاص مع ميوزك مع ساوند افكتس مع لايتنج مع فاير ووركس او مع شو يعني نحن عندنا مثلا فاير شو بنسميه اللي هو الفاير سبليت مع البولس مع السيرسو بفوت ناس وبيعملوا شو بالنار او في ناس بتفوت تعمل شو تنقول اكروباتس او فلاش موب يعني جامبرز ورابرز وهذه الاشياء يعني حسب ما بتلبق مع كل يعني منيو طويل عريس وبتلبق مع كل شخصيه لعريس او عروس. قبل بقد ايه وقت بتقعد عباس معهم للعروس والعريس؟ بتهتم فيهم انت شخصيا ولا بيقبلوا اي حدا من لا نحن عندنا كرو كامل بالمكتب في انا وخيي وفي عندنا شاب كمان ثالث معنا هو بيهتم بالسيلز. هلا بنحكي بالتفاصيل بس حابين الشباب انه يبلشوا بالشو الصغير اللي عم يعملوه اياه بالطابق الثاني تبعهم ونكمل حديثنا. يعني شفنا تقريبا قطع من زفة عربية 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 بالمعنى التراديشنال اللبناني تقليدي جردي اللي بيعطيك اللبناني الأصلي واللي بعده حلو بحافظ على جماله يعني رغم انه في زفات وفي اختراعات وافكار جديدة كمان الزفة التقليدية اللبنانية حلوة. الحقيقة شوفي الزفة اللبنانية والتراديشنال اللبناني هو نابع من الفولكلور اللبناني نابع من اصل اللبنانيين يعني اليوم لما تحضري كثير شويات بتنبسطي فيهم بس لما تسمعي الموسيقى اللبنانيه هي اللي بتحركك بتحرك الشعور هي اللي بتحركك يعني بيجيني احيانا عرسان بدهم شيء ميكس مثلا لانه ما بدهم يطلعوا من اللبناني لانه هن بحسوا انه لما نسمع الموسيقى اللبناني بدنا نقوم اصحابي يرقصوا معنا نحن ننبسط بالرقص يعني الهيصه تبع العريس والعروس بتكون فعاله اكثر وفيها حيويه اكثر بينما اذا ضلينا عم نعمل تيم اجنبي مثلا او فكره غريبه وكفينا فيها كل الوقت تبع الانترس والعريس والعروس اوكي بتكون حلوه عم نحضر شيء بس ما في هيداك الرياكشن اللي العالم بتحسيها انه عم تتفاعل مع العريس والعروس هيك بقوه عباس لتتفق مع العروس والعريس شو بتعمل بتفرجيهم فيديوز او مقاطع من شويات قدمتوها او صور عاده هيك بصير بنفرجيهم نحن ليتعرفوا علينا على صور افكارنا على الفيديو تبع التنفيذ تبعنا لانه كمان مهم كثير العروس توثق انه مع مين عم تشتغل والعريس والعروس يقولوا اوكي البرفورمانس البرفورمانس كيف بيتقدم يعني اوكي عم نسمع موسيقى وعم نشوف صوره بس البرفورمانس كيف بيتقدم هون حقيقه الشو على ارض الواقع كيف ممكن يطلع عرسه لانه
ممكن يكون جايبين يعني اليوم صار فيه، وفينا ننكر انه في ناس تيجي بتفرجيكي صور بس يمكن ما يكونوا هن. وهون هيدي تيب للعريس والعروس انه دائما يكونوا عم تتعاطوا مع ناس ثقه واكيدين. يعني افكارك الجديده عباس مين بتجيبوها؟ يعني بزفات دوت كوم على طول عندكم افكار جديده، انتم بتستوحوا افكار جديده او بتاخذوا من العروس والعريس وبتنسقوا على هالاساس؟ قلت لك هيدا الشيء يعني بالاساس نحن عندنا الافكار تبعنا، نحن دائما دائما لازم على طول يكون عندنا تجدد. هلا احيانا بيكون في فكره من العريس والعروس بس هن ما عارفين، يعني بدهم شيء معين بس ما عارفين كيف، نحن بنطوره. بس بالاساس هي الافكار افكارنا، في انا وخيي نحن اصحاب الشركه ونحن اصحاب الفكره يعني، وعلى طول دائما بنقعد مع بعض والافكار بتطلع سوا، ومن واحيانا حدا بيكون عنده فكره الثاني بيزيد عليها وبالعكس كمان. والكوريغرافي بتتمرنوا عليها قبل بكثير وقت، التنسيق بين الراقصين والراقصات طبيعي، هيدا التمرين نحن عندنا. مين مرنهم انت؟ انا كنت مرنهم، هلا صار في عندنا كوريغراف من برا مش من هون، فكرمال هيك على الاورينتال واللبناني بعدنا نحن عم نتعاطى فيه، والكلاسيك والاجنبي اكيد مع حدا من برا. التحضير في عندنا نحن وقت تمرين فيكس دائما، عندنا 3 مرات بالاسبوع دائما في تمرين دائم لحتى يضلوا. والكوريوغرافي دائما عم تتجدد وعم تتطور. هلا ما في الكوريوغرافي نحن بنحط لها فكره امتى بدها تطلع لايف، يعني امتى بدها تتنفذ، بس نحن بنبلش من لما يخلص الموسم لحتى يبلش الموسم عم نحضر هيدا، يعني تقريبا من شهر 11 لحتى شهر 5 6. نحن بنكون موفقين ان شاء الله، تكون اسعاركم كمان هيك فيها منو كبير، يعني نحن من هالناس وكل شيء بناسب الناس. في عنا كل الاسعار، احنا ما بدنا نذكر اسعار بس كل شيء موجود، بس كنا عم نحكي لكل الناس يعني لو. حتى في بادجت لعرس متوسط، لعرس عادي، لعرس كبير، لكل انواع العرس. شكرا لك عباس، موفقين بزفات دوت كوم، واللي بده ياخذ كمان معلومات اكثر بيقدر يزور الصفحه طبعا ويندو ويدنج دوت كوم وياخذ كل التفاصيل. بعد البريك رح نكون مع تيستينج. اوكي.